قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. هاي كيف ممكن ضمن اليوم بحاول أدور على حساب القديم يعني أقدم حساب لي في 2020 لأنه عندي حساب 2019 فتحتها بس ضيعته لأن نسيت الباس والاسم وبدور أقدم حساب لعبتها في حياتي روبلوكس لأن لقيت منكم كثير ناس قربوا يدخلوا حساباتهم القديمة وأنا بحاول أدخل حسابي هذا أقدم حساب الحين نروح ندوره لأنه نسيت وين الحساب وأتمنى أني أقدر أدوره. يلا الحين نروح ندوره. أول شيء ندور بروبلوكس لأن روبلوكس بس خليني أدوره مرة. أتوقع إن الاسم كان يعني كذا باسم ملكة كذا. خليني أفكر 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 فكر. 2000 years later. مدري والله اني هذا حقي لا ما اتوقع ايوه ما حقي. خلوني اكتب حساب. روبلوكس ما يرضي خلينا نروح سفاري. الحين دخلنا سفاري. اول شيء لازم اتكلم على شيء على الروبوكس وقسم شكرا اللي تبرعوا. ما توقعت انكم تبرعوا لي بس انا ما ابي اتبرع. تعرفون ليش؟ لانه لما يرجع حسابي هذا الحساب ما هلعبه لانه وكمان ما انصحكم تشحنون لانه اللي يشحن بيتبنى الحساب زي انا. وشكرا اللي تبرعوا ما تحتاجون تتبرعوا مره ثاني. والحين راح ندور الحساب. اتوقع زي ما قلت لكم انه اسمي مالي بعدين نسيت كذا مدري ما نسيت. أوه. ولا واحد حسابي يعني قسم القهر من زمان كنت أبي أدورها بس ما قدرت. أصبروا خلني ألاقي حسابي المو قديم مالك من الأسامي. هذا الحساب أيوه هذا الحساب سويته ب 2021 كنت ألعب بهذا. ذكرون أول ناس يتابعون قناتي كنا استخدم هذا الحساب بعدين أعطيته لأخوي بعدين شحن وكنا ما نعرف الباس سوينا الحساب جديد وشحن فيه هذا الحساب. خلينا نروح ندور له أصدقاء وكان في حسابات الجديدة قديمة قصدي أصدقائي قسم كانوا أصدقائي والله كانوا أصدقائي. ولا واحد يلعب. الحين راح ندور حسابات حسابي الثاني مالك من الأسامي أدري غريب. المشكلة إني ناسية الاسم ما توقعت ما أقول. لا تمزح أوه ماي جاد هذا حسابي ماي جاد ما صدق حسابي في 2020 سبق الحساب أقدم منها. أوه ماي جاد لقيت الحساب مش اسمه. أوه ماي جاد أوه ماي جاد لي سنة أدورها أوه ماي جاد. نشوف لو كان ضايف حساب القديم. الله ذا كله أصدقائي كان أشتاق لكم لهم قصدي. الله هذه شادية أوه ماي جاد كل مرة شادية في حسابين هذا كمان شادية ما علينا. المهم هذا كمان حسابي. أوه يا الله وش ذا أوه نو أنا قاعدة أحلم. أو ماي جاد هذه كانت صديقتي مالي كانت صديقتي والله ذكريات. نشوف حساب شادية أقدم حساب عندها. أول شيء النت راح عندي الحين نطلع حساب شادية سويته في 2020 أتوقع. النت يخرب. I'm going to make a new video. ما عليكم المهم. أو ماي جاد أو كيوت سويته في 2020 شهر أوه ماي جاد حسابها القديم. خلنا ندور. يا رب ألقى حسابي يا رب يا رب ألقى حسابي يا رب ألقى حسابي. لا 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 يما الحساب يما ماي جاد شفتم اللي انا شفته
هذه الأربع الحسابات كل حقة في هذا. تتوقعون مين أقدم حساب؟ يلا احذروا، 1 2 3. مين حذر صح؟ أول واحد، هذا أقدم حساب عندي، أقدم شيء. آه يا قلبي، ذكريات، أوه ماي جاد، إيش ذا الفضيحة، فضيحة، وإيش ذا المسكن، أعوذ بالله، فضيحة. 16/3/2020، أوه نو. أهم شيء، أهم شيء، شفتم اسمه ماما للي مدري إيش اسمه، إيش رأيكم نحاول ندخل حساب؟ زياد كنا نحافظ الباس لأنه أبغى أدخل حساب مرة. الحين والله راح نقرب ندخل حساب، قولوا إن شاء الله يرضى إن شاء الله. الحين نكتب الاسم نسخناه، اصبر خلينا نحذر الباس، ما أنا مر كثير مرات لأنه بيطلعني من رب، خليني أسوي مرتين يا رب. بسم الله، توقع كذا. يا ربي يرضيك، أوه ماي جاد يا ربي يرضيك يا رب. ما أتوقع لأن ذاك المرة أنا كنت صغيرة، عمري 9، عمري 8، أيوة كان عمري 8 وأنا سويت الحساب، كنت أكتب شهادة فتم. خلينا نقرب محاولة ثانية، محاولة ثانية، وش أسوي؟ يا خرا، وش كتبت أنا؟ وش كتبت؟ وهنين ده، يا ربي ما أتوقع أنا ربلوكس ما يخليني نكتب كذا. ما حيرضي، شفتم؟ يقول أنا إيرو كود مدري وش، يمكن حسابي الحقيقي. وبس والله هذا كان المقطع، شفتم حساباتي القديمة والفضيحة على سكناتي، وشفتم كم تاريخ حسابي قديم، أقدم شيء يعني، مش أقدم شيء، في حساب قبله بس هذا كمان أقدم حساب عندي، وحاولت أدخله بس ما قدرت لأنه ربلكس خلاص خلينا نحاول مرة بس، وما توقعني عرفت الباس لأنه كنت غبية يعني. لو تبون نسوي كذا مقطع ثاني، أسوي أقرب باسات على حسابي الثانيات اللي صورتها، اكتبوا في التعليقات. بس الله أحبكم، انتظروا بقى مقاطع جاية في حسابي الجديد. بس الله أحبكم.